قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. لما تخرج الشاب عبد الحميد الصبار من مدرسة الطيارين في بريطانيا، كان بإمكانه أن يعمل في كبريات شركات الطيران في الخليج. فوالده الإماراتي رجل أعمال مرموق، وكان مساهما في واحدة من أكبر شركات النقل الجوي، غير أن والدته المغربية والمطلقة من والده كانت تلح عليه للعمل مع شركة طيران في المغرب حتى يكون أقرب منها. وما كان للشاب عبد الحميد أن يرفض لوالدته طلبا، كان تكوينه وتفوقه في دراسته يتيح له فرصة العمل مع شركة الخطوط الجوية الأكبر في المغرب. صار قائدا لأحدث طائرة اقتنتها الشركة. ليلة 30 من شتنبر من العام 10 و2000، أقلع القائد عبد الحميد الصبار بطائرته من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت رحلة قاصدة نيويورك، وكان ضمن طاقم الطائرة مضيفة شدت منذ فترة انتباه القائد عبد الحميد. كانت شابة لم تكمل عقدها الثالث، جميلة تنزع في هندامها إلى الاحتشام، وإلى ذلك كانت لبقة ومهذبة. علم عبد الحميد وقد سأل عنها قبل بضعة أسابيع أنها من عائلة عريقة من الرباط. إلى هذه الصورة الإيجابية جدا التي كونها القائد عبد الحميد حول المضيفة حنان المسعودي، فإنه لاحظ أنها تقيم علاقة ما بمساعده الأول أحمد رضواني. كان يسري بين أفراد الطاقم حديث خافت حول قرب زواج حنان بأحمد، ومع ذلك فإن القائد عبد الحميد كان قد حسم قراره، هو يريد أن يفاتحها في موضوع الارتباط بها. حلقت الطائرة 7 ساعات وحطت في نيويورك. توجه أفراد الطاقم إلى الفندق، وكان القائد الطيار عبد الحميد الصبار يقيم في فندق آخر. ما أن استقر في غرفته حتى هاتف المضيف حنان المسعودي، قال لها إنه يدعوها إلى العشاء في مطعم كذا، وكان مطعما فاخرا معروفا. لم تتردد الشابة في قبول دعوة القائد، فالرجل عدا أنه رئيسها كان يحظى بتقدير الجميع لتواضعه وحسن أخلاقه. ارتدت أفضل ملابسها ثم التحقت به. جلس حول طاولة تم تحضيرها بعناية. كانت الأضواء خافتة تزيد المكان هدوءا وتضفي عليه رومانسية. أثناء العشاء أفضى القائد لحنان بما يحس به تجاهها، أنهى حديثه بأن عرض عليها الزواج. كان العرض يبقي لها الاختيار بين الاستمرار في عملها كمضيفة طيران أو أن تختار البقاء في البيت على أن يخصص لها دخلا شهريا يزيد عن الأجر الذي تتلقاه من شركة الطيران. صمتت المضيفة الشابة، صمتت لدقائق بدت لعبد الحميد دهرا. أطرقت تفكر حتى حسبها أنها ستعلن رفضها عرضه. قالت له إنها على أبواب الارتباط بالطيار المساعد أحمد رضواني، وإن الأمر رهين بإتمامه الطلاق من زوجته الأولى أم ولديها. إذاك تدخل عبد الحميد، قال لها إن زواجها من رضواني سيجعلها في كل الأحوال زوجة ثانية، أما بالنسبة لولديه فستكون أبدا زوجة الأب، تلك التي سرقت من أمهما زوجها. بدا كلام عبد الحميد مقنعا. صمتت حنان دقائق أخرى ثم قالت إنها بحاجة إلى بعض الوقت حتى تنهي علاقتها برضواني. كان العرض الذي تقدم به عبد الحميد لا يقاوم، فالرجل شاب ومتألق في ميدانه، فضلا عن أنه ميسور الحال إذ كان والده قد جعل له أسهما هامة في شركة طيران خليجية. في ساعة متأخرة من الليل رافقها إلى الفندق. لما توقف التاكسي الذي أقلهما حرص على أن ينزل ويودعها بباب الفندق. وضع قبلة على جبينها ثم ركب سيارة الأجرة. لم ينتبه إلى أن عددا من أفراد الطاقم ومنهم أحمد رضواني كانوا في بهو الفندق. لما دخلت حنان فاجأها أحمد رضواني وهو يصرخ في وجهها، يتهمها بالخيانة ويصفها بالعاهرة. لم تتقبل حنان أن تهان أمام زملائها وزميلاتها، ثم إنها لم تقترن به رسميا بعد، وفي كل الأحوال لا يحق له أن يعنفها. ردت عليه بأنها اتفقت مع القائد عبد الحميد على الزواج، وإنها قررت أن تضع حدا لعلاقتهما. كان لكلامها مفعول صب الزيت على النار، ازداد هيجانا وصار يصرخ ويهدد بأنه سوف يقضي عليها وعليها قبل أن يحقق ما يسعيان إليه. تدخل بعض أفراد الطاقم وعملوا على تهدئة الأجواء. بعد دقائق خرج أحمد
قال إنه يريد أن يستنشق الهواء. مضى حتى نهاية الشارع وقد تبعه أحدهم، رآه يركب سيارة أجرة، بادر هو الآخر بركوب سيارة أجرة أخرى ومضى في أثره. كانت وجهته الحي الصيني الشهير في نيويورك. كان المضيف الذي تبعه يخشى أن يسبب رضوان تأخيرا في رحلة العودة إلى الدار البيضاء، وكانت مبرمجة لعصر الغد. نزل رضوان من التاكسي ثم نزل المضيف، شاهده وهو يدخل محل تاجر صيني متخصص في بيع الأعشاب والمبيدات الحشرية. بقي يراقبه من بعيد. طلب رضوان من التاجر الصيني سما يمكنه من التخلص من الخنازير التي قال إنها تأتي إلى حقول عائلته فتفسد نبتها وزرعها. مده التاجر بكيس بلاستيكي صغير، قال له إن المسحوق الذي بداخله يمكن أن يقتل قطيعا من الخنازير بعد أن يمزج بالماء. خرج رضوان وبينما كان يريد سيارة أجرة صادف المضيف الذي كان يتبع خطواته. في الحقيقة افتعل المضيف تلك الصدفة، توقفت سيارة أجرة صفراء وأقلتهما إلى الفندق. خلال المسار ظل المضيف يهدئ رضوان، لم يسأله عما كان يفعله في محل العشاب الصيني. كان يحسب أن رضوان ذهب لشراء مخدر للاستعمال الشخصي. لما وصل إلى الفندق مضى كل واحد منهما إلى غرفته. في الصباح التقى أفراد الطاقم في مطعم الفندق لتناول وجبة الفطور، وقد استغرب الجميع الانشراح الذي كان يبدو على أحمد رضواني. كانت ابتسامته ولطف حديثه يناقضان تماما حالة الهيجان التي كان عليها الليلة الماضية. أكثر من ذلك، حرص الرجل على أن يبدي أسفه على الذي حدث تلك الليلة، وأمام الجميع اعتذر لحنان. مضى كل واحد إلى قضاء مآرب له. كان الموعد الواحد زوالا في الفندق للتوجه إلى المطار. هناك التقى الطاقم بالقائد عبد الحميد الصبار. لم يكن قد علم بالذي حدث بعد أن ودع حنان في باب الفندق. صعد الجميع إلى الطائرة، أخذ كل واحد مكانه، ثم بدأ استقبال الركاب. في مقصورة القيادة جلس القائد عبد الحميد وإلى يساره مساعده أحمد رضواني. تم تشغيل المحركات وضبط أجهزة الملاحة. بعد نحو نصف ساعة كانت الطائرة مستعدة للإقلاع. صدح صوت المضيفة: القائد عبد الحميد الصبار يرحب بكم على متن هذه الرحلة المتوجهة إلى الدار البيضاء. بعد 7 ساعات من الطيران سنصل بحول الله إلى مطار محمد الخامس. المرجو من السادة المسافرين ربط أحزمة السلامة. كثير من المسافرين يحفظون عن ظهر قلب تلك التعليمات والعبارات التي ترددها مضيفات الطيران والمضيفون في كل رحلة. تختلف اللغة ولكنها التعليمات ذاتها. أقلعت الطائرة. بعد ساعة من التحليق باشر الطاقم توزيع بعض المرطبات. كانت حنان المسعودي تتولى خدمة زبناء الدرجة الأولى والقائد ومساعدة. كانت تعلم كما تعلم مضيفات أخريات أن القائد عبد الحميد الصبار كان يحب ألا يتناول إلا ما يأتي به من منزله من عصائر وحلويات. كان كثيرا ما يشيد بعصير الكركديل الذي كانت تعده له والدته. أخذت حنان قنينة عصير القائد من الثلاجة وناولته كأسا، ثم وضعت القنينة جانبا. كان الجو هادئا ولم تعاني الرحلة من أي اضطراب. بعد 4 ساعات من الطيران حان موعد تقديم وجبة العشاء. مر كل شيء بسلام. تناول القائد عبد الحميد فطائرة أعدتها له والدته. كانت الطائرة تقترب من الساحل الأطلسي للمغرب. بدأ الطاقم اتصالاته ببرج المراقبة في مطار محمد الخامس. وفجأة قال القائد عبد الحميد إنه يحس بدوار شديد وألم رهيب في معدته. لم يلبث أن فقد الوعي. اتصل مساعده أحمد رضواني ببرج المراقبة في مطار محمد الخامس، أبلغ عن الذي حدث. جاءته التعليمات تأمره بأن يقفل باب مقصورة القيادة وأن يحرص على أن لا يعلم أحد بما حدث. تباعا تلقى توجيهات مكنت من إنزال الطائرة بسلام في المطار. توقفت الطائرة في مدرج جانبي، كانت سيارة إسعاف في الانتظار. صعد طبيب إلى مقصورة القيادة. كان القائد عبد الحميد الصبار قد فارق الحياة منذ أكثر من ساعتين. بدأ المسافرون يغادرون الطائرة بينما أمر أفراد الطاقم بالبقاء على متنها. حضر نائب وكيل الملك وعميد الشرطة بالمطار. قام فريق من الشرطة العلمية بجمع الأواني وما بقي من الطعام الذي تم تقديمه في مقصورة القيادة.
أيضا تم تجميع كل ما استعمله المسافرون. نقلت جثة قائد الطائرة إلى مستودع الأموات. أسرع الطبيب الشرعي باستخراج ما في معدة الهالك. سريعا تم تحليل المحتوى، كانت به آثار سم شديد المفعول. استمع المحققون إلى كل أفراد الطاقم، وقام مساعد قائد الرحلة أحمد رضواني بتقديم عرض مفصل عن الرحلة. جاءت أقوال آخرين من أفراد الطاقم خالية مما قد يأتي بإضافات، ولكن أحد المضيفين، ذلك الذي اتبع خطوات رضواني ليلة غاضب وثار، نطق بما يشكل الحلقة المفقودة. حكى عن لحظات الغضب التي تملكت الليلة الماضية أحمد رضواني، وحكى عن تهديده بالتخلص من حنان ومن القائد الصبار معا. حكى أيضا عن تلك الزيارة الخاطفة التي قام بها رضواني إلى الحي الصيني في نيويورك. تم الاستماع إلى حنان التي في البداية تحاشت الحديث عن عشائها مع عبد الحميد في نيويورك، ولكنها اضطرت إلى كشف تفاصيل ذلك اللقاء، وجاء كلامها مكملا لشهادة المضيف الذي تتبع رضواني حتى وصل الحي الصيني. الزجاجة التي كانت تحتوي على بقايا عصير الكركديل الممزوج بالسم كانت تحمل بصمات الهالك، ولكن أيضا بصمات المضيف حنان المسعودي وبصمات مساعد الطيار أحمد رضواني. في جملة ما حجزه المحققون، كيس بلاستيكي صغير كانت به بقية من مسحوق رمادي. كان الكيس يحمل أثر بصمة لرضواني، ولم تكن عليه آثار بصمات أخرى. لاحقا قالت نتيجة التحليل المخبري إن ما في الكيس سم الأرملة السوداء، تلك العنكبوت القاتلة. كل الأدلة كانت تثبت أن رضواني في تلك الليلة أراد الانتقام من عبد الحميد الصبار بقتله، ومن حنان بأن يلصق بها التهمة. لما أحاط به المحققون كان عليه أن يحكي التفاصيل، وقد حكى. تم تقديمه إلى النيابة العامة بتهمة تسميم قائد الطائرة وقتله وتهديد حياة الركاب. في الزنزانة رقم 14 بسجن وهران، تجمع ذاك الرابع من يونيو من العام 2013 سجينا. لم يكن يجمع بين هؤلاء سوى تلك الزنزانة، وقد زج بهم بداخلها لأسباب متباينة، وقيل إن ذلك الاكتظاظ مؤقت، وإن موقوفين عديدين سيتم نقلهم إلى سجون أخرى. كان خميس بن رمضان من بين المعتقلين الذين ينتظرون ترحيلهم، وكان قد اعتقل وحوكم بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية كانت تقوم بأعمال السطو وقطع الطريق. كانت الجزائر تخرج لتوها من تلك العشرية التي توصف بالسوداء. قال خميس بن رمضان الذي ينحدر من سيد إبراهيم إنه بريء مما نسب إليه من جرائم، قالها حين اعتقل وحين تم تقديمه للمحاكمة ويوم حكم عليه بالسجن 10 سنين. وما فتئ الشاب ذو 25 عاما يؤكد أنه ضحية لتصفية حسابات. كانت أصوات أخرى أعلى من صوته فلم يسمع. أودع سجن وهران منذ 7 أشهر، وكان ينتظر ترحيله إلى سجن سيدي بلعباس حتى يكون أقرب إلى عائلته وتتسنى لهم زيارته. قبل 8 أيام فقط لم يكونوا سوى 6 في تلك الزنزانة، أغلبهم حكم عليهم في قضايا سرقة. من بين هؤلاء شاب في 30 يدعى عبد القادر النماش، الذي قال إنه قبض عليه خلال مظاهرة في وهران لم يكن مشاركا فيها ولم يعلم سببا لانتظامها. قيل له إنه متهم بالقيام بأعمال تخريب للممتلكات العمومية. ولعل زعم الاثنين بن رمضان والنماش البراءة من التهم التي وجهت إليهما مما يسر التقارب بينهما. أمضيا معا 4 أشهر في تلك الزنزانة، وسريعا بدأ يفكران في الهروب، يعلمان أن الأمر لن يكون سهلا، وأن عليهما أن يخططا جيدا، لأن كل فشل قد يعني موتا محققا أو مضاعفة للعقوبة. توقف التخطيط للهروب لما أودع الزنزانة 7 معتقلين آخرين. كان الشابان لا يتحدثان في شأن مشروع الهروب إلا حين الخروج إلى ساحة السجن. فكر في الخروج وسط أكياس القمامة، فكر في حفر نفق من الزنزانة يفضي بهما إلى الخارج، وسرعان ما تفطن
إلى أنهما يفكران في سيناريوهات لا تقبل للتطبيق على أرض الواقع. كانت الحراسة مشددة، والجميع يعلم أن أيادي الحراس على الزناد، وأن الأوامر أعطيت لإطلاق النار على كل من يحاول الهرب. فكر خميس بن رمضان في التقرب إلى حراس السجن، علّه يجد من بينهم من يتعاطف معه، ولكنه اصطدم بجدار. مضى شهران الآن دون أن يتلقى زيارة من أي من أفراد أسرته، وازداد قلقه وصار يستعجل الفرار. كان يحرض عبد القادر النماش على المخاطرة، كان يقول إن البقاء في تلك الزنزانة موت بطيء، وإن محاولة الفرار تتيح فرصة للحياة. مرت 3 أسابيع على وصول أولئك المعتقلين 7 لما فتح باب الزنزانة. كان موظف السجن يمسك بيده قائمة، وقد وقف وراءه حارسان بيدهما بندقيتان رشاشتان. أمر السجناء بالوقوف، وطلب من كل من يسمع اسمه أن يجمع ما لديه من أغراض وأن يستعد للرحيل. كان في جملة الذين تمت المنادات عليهم عبد القادر النماش. خرج موظف السجن يتبعه الحارسان، ثم أقفل الباب. أيقن خميس أن ما كان يخطط له مع النماش قد انهار. لم تعد هناك خطة للهروب، إذ لم يكن في من سيبقى معه في الزنزانة من يستطيع أن يثق به ويضع يده في يده ويخطط للهرب. عصر ذلك اليوم ودع النماش الذي تم ترحيله إلى سجن تلمسان. في المساء لم يعد في الزنزانة رقم 14 سوى 5 سجناء، 3 من تلك المجموعة الأولى، وسجينان من تلك المجموعة التي وفدت قبل شهر. أحد الاثنين ولم يعرف له اسم ينادى به غير عللو، كان يستوفي كل صفات السجين المتمرد الذي يفرض سيطرته الكاملة على الزنزانة. لم يكن يكلم أحدا، ويتخذ من السرير الذي يحتل الزاوية مكانا له. وفي اليوم التالي لترحيل أولئك السجناء جاء يطلب من أحدهم سيجارة، وقد بدا الآخر وقد فهم القصد، ناوله سيجارة أخرجها من بين أغراضه. اكتفى ليلو بالنظر إليه بعينين جاحظتين، كانت اللحية الكفة والشعر الذي تدل على قفاه يجعلان شكله أكثر إثارة للرعب. ثم تقدم نحو خميس وطلب منه سيجارة. لم يفهم الشاب القصد، رد بأنه لا يدخن. كانت المفاجأة أن عليلو صفعه بقوة على خده ومضى إلى زاويته يقهقه. لم يكن خميس بن رمضان قد تعرض لمثل تلك الإهانة منذ أن أودع الزنزانة. كان الآخرون يضحكون، وبدا ذو اللحية الكثة والشعر الكثيف منتشيا. وقبل أن يقتعد حافة سريره كان خميس قد انقض عليه وسط دهشة بقية السجناء. وجه إليه لكمة قوية جعلت مؤخرة رأسه ترتطم بالجدار. حاول أن ينهض، ولكن خميس عاجله بأخرى، ثم دخل فيما يشبه نوبة هستيرية، يضرب عليلو بقوة، يزاوج اللكمة بالركلات. كان باقي السجناء ينظرون، لم يتدخل أحد، ولعلهم أيقنوا أن عليلو خسر زعامته التي حاول أن يفرضها على الزنزانة. غطى وجهه الدم، ولعله فقد سنين، وحول عينيه كدمات اكتسبت بسرعة لونا داكنا. لم يعد يقوى على الحركة، سقط على الأرض مغشيا عليه. بالقرب من سريره سقطت السيجارة، وما لبث ذاك الذي أعطاه إياها أن استردها دون أن تعبر ملامحه عن شيء ما. كان خميس يجلس على حافة سريره يسترجع أنفاسه لما جاء الحراس. سأل كبيرهم عمن فعل بعليلو ما فعل به. سكت السجناء، وقال خميس إنه من فعل به ذلك، وأردف أنه ما قام إلا بالدفاع عن نفسه، وإن شك فيما يقول فليسأل بقية السجناء. قالها خميس والتفت إليهم بنظرة اخترقت جباههم. سمعت أصوات من عمق الزنزانة تؤيد ما قاله. جاء مسعفان وحمل عليلو، بينما اقتيد خميس إلى إدارة السجن حيث وجه إليه تحذير شديد. بعد ساعة أعيد إلى الزنزانة، وقد حسب أن عليلو لن يعود إليها، ولكن عليلو أعيد في المساء. دخل ومضى صامتا إلى تلك الزاوية،
استلقى على سريره ولم تعد تسمع منه سوى تلك الأنات التي ربما كان يود لو يكتمها. في الأيام التي تلت عزز خميس موقعه في الزنزانة ومنع جميع السجناء من الحديث إلى عليلو، وصار يستفيد من خدماتهم. وسرعان ما صاروا يمثلون لديه مكونات عصابة حقيقية يخشى جانبها حتى حين يلتقي السجناء في الساحة. وعاوده مخطط الهروب، قيل له إن السور العالي للسجن يفضي إلى شوارع رئيسة مثل نهج العقيد لطفي أو نهج شهداء الثورة، هناك أيضا زنقة الشيخ سعيد. كانت الخلاصة أن محاولة الهروب بالقفز من السور مخاطرة غير مضمونة النتائج. كان عليه أن يفكر في خطة أخرى. يشاركه في مشروع الهروب 3 سجناء بينما لم يكن عليلو قد شفي من جروحه تماما. تم الاتفاق على استغلال ظروف الأشغال التي كانت تشهدها الساحة، وأن يتسلل 3 إلى إحدى الشاحنات ويختبئوا في ثنايا أسفل هيكلها. لم يكن لدى خميس علم بموعد انتهاء الأشغال، ولذلك قرر المخاطرة. في اليوم التالي كان أول من تمكن من المرور إلى جهة الشاحنة، أطل من وراء كومة الرمل، ولما أيقن أن لا أحد تنبه إليه زحف إلى أسفل الشاحنة. كانت الفجوة التي علقت بها عجلة الاحتياط توفر مكانا جيدا للاختباء. ثم سمع وقع خطى، ظهر له حذاءان كتلك التي ينتعلها الحراس، ظن أنها النهاية. كتم أنفاسه ثم رأى الحذاءين يبتعدان، حدث نفسه أن أصحابه لن يستطيعوا الهرب. مرت 10 دقائق، رأى أولهم يتسلل إلى أسفل الشاحنة، جاء إلى جانبه ثم لحق بهما آخران. كان خميس يرهن نجاح خطة الهروب بتحرك الشاحنة قبل انقضاء فترة الاستراحة. لما سمعت الصافرة التي تدعو السجناء إلى العودة إلى زنازلهم حسب أن كل شيء قد انتهى. استعد للخروج من مخبئه لما رأى قدمين تقبلان نحو الشاحنة. لم يكن حارسا من الحراس، تسلق القدمان الشاحنة ثم دار المحرك. مضت الشاحنة نحو الباب الكبير، فتح الباب، واستغرب خميس أن الشاحنة غادرت دون أن تخضع إلى تفتيش. لم يصدق أنه وأصحابه 3 صاروا خارج أسوار سجن وهران. من أمكنتهم لم يكونوا يرون سوى الطريق الإسفلتي يسرع تحت أنظارهم. قطعت الشاحنة 10 كيلومترات، أحسوا بها تتوقف. انتظر 3 إشارة من خميس، أطل برأسه، كان سبب توقف الشاحنة حاجز للدرج. ثم انطلقت من جديد لا يدرون وجهتها تحديدا. اعتقد خميس أنها أخذت وجهة الجنوب. كان قد مر ما يقرب من الساعة منذ أن تخطت الشاحنة باب سجن وهران لما توقفت للمرة الثانية. بدا له أنها ابتعدت عن المدينة. رأى قدمي السائق تمضيان إلى مكان خلاء. نزل وأشار إلى رفاقه، عبروا الطريق إلى الجانب الآخر واستلقوا في منحدر هناك. لما أخذوا قسطا من الراحة نهضوا، كانوا لا يشكون في أن ملاحقتهم قد بدأت. قرروا الاختباء إلى أن يحل الظلام. علموا أن الطريق التي يوجدون بها تؤدي إلى عين الترك، وكان السير ليلا أنسب لهم في تلك الفترة من الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. في الطريق تدبروا مأكلهم وشرابهم، وفي الغد أفضوا إلى عين الترك، وكانت كل أحاديثهم عن الفرار خارج الجزائر. كان بينهم شاب قال إنه عمل لفترة بحارا، وثقوا به واتفقوا على سرقة قارب من عين الترك يعبرون به إلى أوروبا. كان التفكير مجرد التفكير في ذلك يلهب أحلامهم. تسللوا إلى الشاطئ، وكان عليهم أن يمضوا جهة رأس فالكون. رصدوا قاربا مطاطيا به محرك مربوطا على الشاطئ. غاب القمر في تلك الليلة، فكوا رباط القارب ودفعوه إلى الماء، جذفوا إلى أن ابتعدوا عن الشاطئ، ثم أداروا المحرك. انطلقوا مسرعين وقد حسبوا أنهم نجوا. فاجأهم قارب لخفر السواحل، طلب منهم التوقف مرة وثانية، أطلق باتجاههم النار تحذيرا،
لما بدوا مصممين على الهرب تم استهدافهم. غرق القارب، تم انتشال شخصين بينما غرق آخران، كذلك كتب في محضر خفر السواحل. بعد يومين لفظ البحر جثتين، إحداهما كانت جثة خميس بالرمضة. صباح الخامس عشر من ماي من العام 88-900 رن الهاتف في مكتب عميد الشرطة رئيس الدائرة الخامسة في حي العكاري بالرباط. كان المتصل الطبيب البيطري مدير المجازر البلدية، وقد أبلغ عن العثور على جثة حارس ليلي ميتا داخل غرفة التبريد. كانت تلك الغرفة مخصصة لتبريد اللحوم التي يمنع بيعها قبل التخلص مما تحمله من ميكروبات، وكانت الطريقة المعتمدة في ذلك إيداع تلك اللحوم في غرفة التبريد لفترة زمنية يحددها الطبيب البيطري. لم يتأخر العميد، فقد قصد المجازر البلدية مباشرة بعد أن تلقى ذلك الاتصال الهاتفي. لما وصل كان في استقباله الطبيب البيطري. لم يتأخر أيضا وصول ممثل النيابة العامة والطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة. لما فتح باب غرفة التبريد كان الرجل جثة هامدة عند مدخل الغرفة، تجمد لفرط البرودة، وظل جسمه الهزيل يرسم حركة مقاومة أخيرة. بعد معاينة أولية قال الطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة إن الوفاة تعود إلى عدة ساعات، ربما إلى مساء الأمس. قام العميد رئيس الدائرة الأمنية الخامسة بمعاينة الجثة. كانت في ثياب الهالك بطاقة تعريفه الوطنية. كان محمد بوغالب كذلك اسمه، يبلغ من العمر نحو 41 عاما، وكان يسكن في عمارة الحبوس بشارع سيدي محمد بن عبد الله بالرقم 32. عدا تلك المعلومات لم يتمكن العميد بعد جولة خاطفة داخل غرفة التبريد من اكتشاف أي شيء آخر. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات وبدأ التحقيق. استوقف الباحثين عطب في قفل باب غرفة التبريد. كان العطب لا يتيح فتح الباب من الداخل. قال مدير المجازر البلدية إنه اتصل بالشركة التي أنجزت أشغال غرفة التبريد مباشرة بعدما أبلغ بالعطب، ولكنها تأخرت في إصلاحه، وقد وعدت بالقيام بذلك ما أن تنجز أشغالا في الدار البيضاء. أضاف العميد أن كل عمال المجازر البلدية كانوا على علم بالعطب، وبشكل خاص أولئك الذين يتولون تخزين الذبائح في الغرفة. في المستودع البلدي للأموات لم يضف الطبيب الشرعي أكثر من تأكيده أن محمد بوغالب مات متجمدا بفعل البرودة الشديدة داخل غرفة التبريد في المجازر البلدية. طبيعي أن يستجوب العميد العمال من زملاء محمد بوغالب. المعلومات التي حصل عليها في البداية لم تحمل ما يفيد التحقيق. كانت الشهادات التي استقاها العميد تتحدث عن رجل معروف باستقامته وتفانيه في العمل. لم يكن ذلك فحسب ما يسعى العميد للحصول عليه. كان يريد ما يتيح تسليط الضوء على سر ما قد يكون وراء مصرع الرجل. ذلك السر الذي كان العميد يحاول استجلاءه كان مع إمام المجازر البلدية الذي يتولى عمليات النحر، من لا يعرف الفقيه عبد الرحمن البوشاري. لما استجوبه العميد نطق بمعلومات تبدو مفيدة للغاية، فقد صرح بأن الهالك محمد بوغالب جاءه قبل 3 أسابيع وهو في حالة توتر شديد. كان يريد استشارة في شأن يهمه ومساعدته على الخروج من الأزمة التي كان يعاني منها. قال الفقيه عبد الرحمن إن الرجل استأمنه على سر خطير. استعجل الضابط الفقيه كشف السر. صمت قليلا ثم قال إن الهالك أبلغه بأنه توصل برسالة من مجهول يبلغه فيها بأن زوجته تخونه، وطلب منه ألا يبوح بذلك السر لأي كان. قال الفقيه الآن وقد رحل صاحبنا إلى دار البقاء، فإني سأقص عليك يا سيادة العميد ما قاله لي. قال إن الرسالة التي توصل بها من مجهول تدعي أن زوجته تخرج من المنزل ليلا
كلما كانت مداومته في المجازر البلدية ليلية، وإنها تقصد بيت عشيق لها ولا تعود إلى البيت إلا مع تباشير الصباح الأولى. قال أيضا إن الرسالة لمحت إلى أن المرأة كانت تخون زوجها مع شخص له ارتباط يومي بالزوج المخدوع. لم تحمل الرسالة معلومات أوفى عن هذا الشخص، ولكن الفقيه عبد الرحمن البوشاري الذي يتولى النحر في المجازر البلدية أفضى للعميد بأن الهالك محمد بوغالب وهو في حالة الغضب التي كان عليها قال إنه سيكتشف هذا الذي يقاسمه زوجته وسيقتله قبل أن يقتلها هي الخائنة. يذكر الفقيه أن الرجل لما هدأ قليلا قال إن ما يجعله يصدق ما جاء في تلك الرسالة أن زوجته صارت منذ فترة تنفر منه وتطالبه بالاستحمام في كل مرة يعود فيها من العمل، كانت تقول له إن لباسه يحمل رائحة كريهة. كان العميد ينصت بإمعان لما يقوله الفقيه لا يقاطعه، ولما أحس به وقد أفضى بما لديه سأله عن تلك الرسالة. رد الفقيه بأنها في درج مكتبه، لم يتردد في إحضارها لما طلب منه العميد ذلك. كانت رسالة رقنت بشكل رديء على آلة كاتبة. افترض العميد أنها كتبت من قبل واحد من أولئك الكتاب العموميين الذين يوجدون في باب الأحد. كلف العميد أحد مساعديه بالتوجه إلى هناك علّه يكتشف من تولى طباعة الرسالة، ولكن ذاك المسعى لم يأتي بنتيجة، ولذلك تم توسيع دائرة التحري لتشمل الكتاب العموميين المجاورين للمقاطعات وأولئك الذين يوجدون بمقربة من المحاكم. في النهاية تم اكتشاف الآلة الكاتبة التي طبعت عليها الرسالة. كانت لأحد الكتاب العموميين يوجد مكتبه غير بعيد عن مقر مقاطعة حي العكاري. في البدء أنكر أن يكون من طبع الرسالة، غير أنه لما علم أن المرسلة إليه قد مات وافق على التعاون واشترط ألا يعلم أحد أنه من كشف صاحب الرسالة. قال إن صاحبها هو المدعو عزيز منطاد وكان من جيران الهالك. لما استجوبه العميد وأراه الرسالة لم يتردد في الإقرار بأنه من بعث بها إلى محمد بوغالب. قال إنه كان يريد أن يبلغه بأن زوجته تخونه دون أن يكشف عن هويته. ما لم يجده العميد في الرسالة وهو ما علمه من عزيز منطاد أن زوجة بوغالب كانت تمارس الخيانة الزوجية مع زميل زوجها في العمل المدعو حمان خاطرو الذي يسكن في حومة قريون. انتقل العميد إلى منزل حمان. ذلك الزوال لم يكن في البيت. البحث الذي تم القيام به أفاد بأن حمان خاطرو أعزب يعمل في المجازر البلدية. في زحمة المعلومات التي تم تجميعها حول الرجل ما يفيد بأنه يستقبل في منزله وبشكل شبه يومي امرأة تأتي عشاء وتغادر البيت فجرا. قرر العميد ضرب مراقبة غير ظاهرة حول البيت. عشاء ذلك اليوم شهدت امرأة شابة تدخل البيت. كان العميد يريد القيام باقتحام المسكن، ولكن وكيل الملك كان يصر على ألا يقتحم البيت إلا بحلول السادسة صباحا. لحسن حظ الباحثين أن المرأة لم تغادر فجرا. لما طرق باب المنزل فتح حمان خاطرو، كان في ملابس النوم، ولما دخل رجال الشرطة كانت المرأة هناك في الفراش. لم تكن لديها بطاقة تعريف وطنية لتحديد هويتها. سيقت إلى مفوضية الشرطة مع حمان، أخذت بصماتها وثبت أنها لم تحصل على بطاقة التعريف الوطنية من قبل، ولكنها اعترفت بأنها زوجة محمد بوغالب. لما سألها العميد عنه قالت إنها لم تره منذ أن غادر البيت إلى العمل، أضافت أنه لم يعد صباحا كما هو معهود. كانت التحريات التي جرت في المجازر البلدية قد أكدت أن حمان خاطرو كان آخر من التقى محمد بوغالب، كان يتناوبان على الحراسة. في تلك الليلة كان دور محمد. علم العميد أن حمان خاطرو
يفترض أن يكون سلم ذاك المساء أمر غرفة التبريد إلى محمد بوغالب، وكان المعمول به أن يطلع الاثنان على ما في الغرفة ويحصيا معا عدد الذبائح المعلقة فيها. نقل حمان إلى المجازر البلدية، حيث أكد أنه غادر بعد أن سلم زميله أمر غرفة التبريد. طلب منه العميد أن يعيد تمثيل الوقائع كما تمت. دخل الرجل غرفة التبريد، في تلك اللحظة أغلق العميد الباب. بعد دقائق بدأ يصرخ من الداخل يطلب فتح الباب. قال له العميد أن يفتح من الداخل. رد الرجل بأن القفل لا يتيح الفتح من الداخل. ساد الصمت. بعد دقائق أخرى بدأ يسمع صوتا مرتجفا من الداخل يطالب بفتح الباب. مر ما يقرب من الساعة، كان يستجدي ويستعطف. إذاك أجابه العميد، قال له إنه لن يفتح الباب قبل أن يعرف من أغلق الباب على محمد بوغالب وتركه يموت متجمدا. حاول حمان أن يراوغ، ولكنه لما أحس بأن العميد لا يستعجل فتح الباب نادى من الداخل أن افتحوا وسأقول لكم كل شيء. حكى حمان خاطره أنه لما رأى أن محمد بوغالب قد فطن إلى أن زوجته تخونه وأنه قرر أن يقتل عشيقها قبل أن يتخلص منها، قرر أن يكون المبادر. تعمد إعطاب قفل باب غرفة التبريد إذ انتزع منه القطعة التي تتيح فتح الباب من الداخل. أبلغ الإدارة بالعطب وهو يعلم أن إصلاحه سيستغرق وقتا. بعد أسبوع قرر التخلص من محمد بوغالب. في ذلك المساء ادعى أن قطا تسلل إلى داخل غرفة التبريد وطلب من محمد أن يخرجه، ولما دخل أقفل عليه الباب. كان يسمعه وهو يستغيث، ظل ينادي ساعتين قبل أن يسكت إلى الأبد. كان العميد بحاجة إلى دليل مادي، وكان الدليل تلك القطعة التي انتزعها حمان من القفل. سأله العميد عنها، كان قد دفنها في الحديقة. رافقه العميد، نبش مكانها وأخرجها. كانت قطعة معدنية صغيرة بطول بضع سنتيمترات. تم تقديم حمان خاطرو أمام وكيل الملك بتهمة القتل مع سبق الإصرار، بينما اتهمت عشيقته بالمشاركة والخيانة الزوجية. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل. توقف عبد العزيز أيت يحيى بشاحنته الصغيرة في سوق أربعاء الغرب. ركنها كما تعود على ذلك منذ عدة أعوام في نفس موقف السيارات. أحكم إقفال بابي مقصورة القيادة، ثم تفقد البوابة الخلفية، ولما اطمأن توجه نحو الشارع الرئيسي. لوح بيده للحارس الذي صار يعرفه. مشى بضع عشرات الأمتار حتى وصل شارع طارق بن زياد. في منفذ متفرع عن الشارع مطعم صغير يقدم الحريرة، لا شيء آخر سوى الحريرة وكسرة خبز. يتكون زبناء هذا المطعم الذي لا يوجد في الزقاق ما يدل عليه من السائقين المتمرسين الذين يتنقلون بين الدار البيضاء ومدن الشمال، يحملون من البضائع أشكالا وألوانا. ومن حين إلى آخر يأتي إلى ذاك المطعم من يتأخرون في العودة إلى منازلهم، وهؤلاء أغلبهم من سكان القرى والدواوير القريبة من سوق أربعاء الغرب. في ذلك المحل الضيق الذي يفتقد إلى النوافذ الكافية للتهوية وضعت طاولتان من خشب رخيص الثمن لم يمسسهما طلاء، وقد منحتهما بقع الحريرة منظرهما المتسخ الذي هما عليه، وحولهما بضعة كراسي أرجلها من حديد. في عمق المحل الذي ينيره سراج يعمل بالغاز ما يبدو مطبخا، هو موقد للغاز وقدر كبير يبدو أنه لم يبرح الموقد منذ أن افتتح المطعم ذات رمضان قبل عدة أعوام. دخل عبد العزيز وكما تعود على ذلك توجه رأسا إلى تلك الجهة التي تصنف مطبخا. كان علي الطباخ واقفا بجوار القدر الكبير. ألقى إليه عبد العزيز بالتحية
طلب منه صحنا من الحريرة، ثم بدأ يبحث بين بضع خبزات صغيرة عن الأكثر طراوة بينها، فحصها كلها ثم عاد إلى واحدة وأخذها. حول إحدى الطاولتين جلس ثلاثة رجال لم يسبق له أن رآهم، ألقى بالسلام ثم اتخذ له مكانا عند الطاولة الأخرى. وما أن استوى على ذلك الكرسي ذي الأرجل الحديدية حتى جاءه علي بالحريرة، كان الصحن مملوءا عن آخره وغاصت فيه إلى النصف ملعقة من الألومنيوم. كاد عبد العزيز يفرغ من تناول ما طلبه لما دخل المطعم ثلاثة شبان. لما مروا بجواره اشتم رائحة الخمر تصدر منهم. كان أحدهم ذاك الذي دخل أولا يمشي مترنحا، الآخران كانا يتجادلان وقد ارتفعت أصواتهما بكلمات لا تفهم. لم يطل إليهما النظر، هو يعلم أنهما ربما يبحثان عن سبب مهما كان تافها للدخول في مواجهة مع أي واحد من الزبناء الذين كانوا في المطعم. ومع ذلك اقترب منه أحدهما، توكأ بيديه على الطاولة الخشبية ونظر إليه. حاول عبد العزيز أن يتجاهله وواصل مضغ قطعة خبز أخيرة، كان صحن الحريرة فارغا. ثم تكلم الذي كان يحملق فيه بلسان مثقل بالخمر: لماذا تنظر إلي؟ رفع عبد العزيز بصره، الذي أمامه وجه لم يحلق ذقنه منذ بضعة أيام، كان التسوس قد أدرك الجزء العلوي من أسنانه الأمامية. عاد ليتكلم بصعوبة، قال مرة أخرى: لماذا تنظر إلي يا هذا؟ كاد يضيف وصفا ولكنه لم يجد في ذهنه كلمة يقولها، وقد أضحك ذلك صاحبه الذي قهقه بتكلف لا يخفى. نهض عبد العزيز من مكانه، توجه إلى علي، دفع له ثمن الحريرة ثم انقلب يريد الباب. كان ذاك الشاب الذي ضايقه يقف حيث تركه، تجاهله وواصل خارجا. كان ظلام دامس يخيم على الشارع. مشى عبد العزيز في اتجاه شارع طارق بن زياد، كان يسمع وقع خطى من خلفه، لم يشك لحظة في أن ذاك السكير تبعه، لم يلتفت. ولما بلغ شارع طارق بن زياد أسرع الخطى إلى موقف السيارات، دفع للحارس أجرته، تفقد البضاعة، كانت مكانها لم يمسسها أحد، ثم ركب، أدار المحرك ثم أشعل المصابيح وانطلق مكملا رحلته إلى شفشاون. في المطعم انتظر الشابان أن يعود صاحبهما الذي تبع عبد العزيز عندما خرج، ولكنه لم يأتي. انتظر نحو من نصف ساعة ولكنه لم يعد. ولما كبر قلقهما نهضا وخرجا يتمايلان. كان الزبناء الثلاثة في الطاولة الأخرى يتابعون ما يجري. ولما نهض السكيران أتبعوهما نظرات لم يرافقها تعليق. ساد الصمت إلا ما كان من صوت غليان الحريرة في القدر الموضوع على الموقد الغازي. ثم فجأة جاءت من الشارع صرخة، عم المطعم صمت رهيب. بعد تردد خرج الزبائن الثلاثة الذين كانوا في المطعم. على بعد 50 مترا في ذاك الزقاق المظلم وقف الشابان ينظران إلى صديقهما ذاك الذي تبع عبد العزيز، كان ملقا على الأرض وقد غطى جزءا من وجهه وعنقه دم غزير. قال أحد الشابين: قتله سائق الشاحنة. لم تمض سوى دقائق حتى تكونت حول الرجل الملقى على الأرض حلقة من الفضوليين الذين تسللوا من الأزقة المجاورة. ثم حضر رجال الشرطة ووصلت متأخرة قليلا سيارة إسعاف. حمل الشاب الذي لم يكن أحد موقنا أنه مات. تم الاستماع إلى الذين كانوا في المطعم. أكدت كل الروايات أن الشاب الذي سيعلم لاحقا أنه مات توقف مطولا عند سائق الشاحنة. قال علي بائع الحريرة للمحققين إنه يسمى عبد العزيز. لا أحد علم بما دار بين الرجلين من حديث. وحده علي قال إنه سمع الشاب الذي قتل، واسمه حسين الدعيدع، سمعه يقول لعبد العزيز: لماذا تنظر إلي؟ وأكد أن سائق الشاحنة لم يرد عليه.
لم يكن سرا موقف السيارات حيث يركن عبد العزيز شاحنته. توجه الباحثون إلى هناك. أخبرهم الحارس بأن عبد العزيز غادر موقف السيارات بشكل عادي بعد أن دفع أجرة الحراسة. طلب الباحثون من الحارس أن يبلغ الشرطة فور وصول عبد العزيز. كان يعلم أن الرجل سيعود من شفشاون بعد يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير. علم المحققون أن شبان الثلاثة لم يكونوا يعرفون عبد العزيز سائق الشاحنة. هي حالة السكر التي كانوا عليها دفعت صاحبهم إلى التحرش بالرجل. الأقوال والشهادات التي تم الحصول عليها خلت مما يغني عن البحث في مسالك أخرى. حتى الآن لم يتم الوصول إلى أي دليل ضد عبد العزيز. تبين من مصادر غير الشهود أن الشبان الثلاثة وقبل أن يحلوا بالمطعم أقاموا احتفالا على طريقتهم في أرض خلاء بأطراف المدينة، فقد كسبوا جولة قمار مع شبان آخرين واشتروا عدة قنينات من الخمر والجعة، ولم ينهضوا من مكانهم القصي ذاك إلا بعد أن استنزفوا كل القنينات. كان في تلك المعلومات ما يطرح فرضية أخرى، الانتقام مثلا. بعد يومين في حدود السابعة مساء حل عبد العزيز أيت يحيى بموقف السيارات. ركن شاحنته كما تعود على ذلك، حي الحارس ومضى إلى المطعم يبتغي حريرة ساخنة. لما وصل باب المطعم تلقفه علي، قال له إن الشرطة تبحث عنه في قضية مقتل ذاك الشاب الذي كان يتحرش به في المرة الأخيرة التي مر بها بالمطعم. لم يكن لديه مجال لتفكير عميق. عاد أدرجه مسرعا الخطى إلى موقف السيارات، دفع للحارس أجرته وانطلق مسرعا. لما حضرت الشرطة إلى المطعم لم تجد له أثرا. قال علي إن الرجل أطل من الباب وعاد. قال إنه ظن أنه نسي أن يأتي بشيء ما من الشاحنة. كان ما قاله علي دليلا على صدق ما أبلغ به حارس موقف السيارات. في تلك الليلة لم يتوقف عبد العزيز بأي مدينة حتى وصل الدار البيضاء. مضى مباشرة إلى الشركة التي يعمل لها، أودع السيارة في مرآبها وانصرف إلى منزله. في سوق الأربعاء كان الباحثون يتبعون المسلك الآخر، واهتدوا إلى أولئك الشبان الذين خسروا ليلة مقتل حسين الدعيدع. كان أحدهم ويدعى ولد الجلالي أكبر خاسر في تلك الليلة، ولم يستسغ أن يمضي الثلاثة الذين ربحوا جولة القمار إلى الاحتفال بانتصارهم. من أبناء الدوار الذي ينتميان إليه من يذكر حسابات قديمة بين الشابين كانت امتدادا لمنازعات بين عائلتيهما. كان طبيعيا أن يسعى المحققون إلى الوصول إلى هذا الشخص ولد الجلالي. لم يكن صعبا الوصول إليه، كان في حالة سكر واضحة، ولعل ذاك ما جعله يعترف بسلاسة غير منتظرة، بل ويبدي نوعا من الافتخار بأنه ثأر لنفسه وعائلته، لأن الدعيدع كان يدعي أنه استطاع أن يربط علاقة غرامية مع شقيقة والجلالي. أضاف أن جولة القمار كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وقد استغل حالة السكر التي كان عليها الثلاثة، ورأى في تحرش الدعيدع بسائق الشاحنة فرصة لإبعاد كل شبهة. رآه يخرج من المطعم يتبع السائق ويهمهم بكلام غير مفهوم. لحق به بينما واصل السائق طريقه لا يلتفت، أمسك به من الخلف ورسم على عنقه خطا غائرا، أرسله واختفى في الظلام. رأى الفضوليين يأتون إلى المكان بعد تلك الصرخة التي أطلقها صديقاه. مرت عدة أسابيع، تم الإمساك بالسائق عبد العزيز أيت يحيى، تم الاستماع إلى إفادته التي أدرجت ملف القضية وأخلي سبيله. لما بلغ العميد عيسى بن ناصير 50 وكان قد أمضى زهرة شبابه في خدمة الأمن الوطني، تم تعيينه في العام 2000 على رأس مصلحة الشرطة القضائية بسلا. كان ذلك تتويجا لمسار مهني حافل. ذات مرة بينما كان في إحدى المهمات أصيب بنوبة قلبية،
نقل على عجل إلى المستشفى حيث حصل على الإسعافات الضرورية. على مدى 3 أيام ظل في شبه غيبوبة، لم يستعد وعيه كاملا سوى في اليوم الرابع، وقد استنتج الأطباء أن ما أصابه كان من جراء الإرهاق الذي يعاني منه والإجهاد الذي لا يطيقه من هو في مثل سنه. نصحه الأطباء بضرورة التخفيف من وتيرة عمله وبأن يخصص أسبوعيا يومين كاملين للراحة ومزاولة بعض الأنشطة الرياضية. كان له أن يختار بين المشي وممارسة الصيد، ولما كان الصيد هواية قديمة له فقد اختارها ولم يكن قد تخلى عنها إلا تحت ضغط العمل. بعد أن غادر المستشفى ومالت حالته الصحية إلى التحسن، اشترى العميد عيسى أدوات الصيد، ترقب حلول يوم السبت واصطحب معه ابنه الأصغر هشام إلى شاطئ سيدي موسى الدكالي بسلا، أخذ ما يكفيهما من طعام وماء. في ذلك الصباح حيث لا صوت سوى هدير الموج وصيحات النوارس، انتابه إحساس غريب، ها هو يعيد صلته بالبحر وبالصنارة. انهمك في الصيد، لم يحس بمرور الوقت إلا حين ارتفع صوت المؤذن من الجامع الأعظم مناديا إلى صلاة الظهر. وقتها فقط تفقد ولده هشام، لم يره بالقرب منه، صار يناديه بأعلى صوته، لا من مجيب. جال ببصره في كل ما يحيط به، لا أثر للصبي. صعد إلى أعلى صخرة تراءى له على بعد نحو 100 متر عند أسفل صخرة، كان معه طفل آخر، كان يلعبان. الآن فقط اطمأن، نزل من الصخرة ومضى نحوه، أراد أن يوبخ ولده لأنه ابتعد عنه دون أن يخبره. رد الفتى بأن انتظاره طال دون أن يحصل ولو على سمكة واحدة. لاحظ العميد أن الطفلين كان يلهوان حول حفرة بها أسماك صغيرة، وقد تمكن من الإمساك بعدد منها. وبينما كان العميد يحاول إجبار ابنه على البقاء بجانبه، ظهر من وراء صخرة مجاورة شيخ كث اللحية رث الثياب. أبلغ العميد بأن الطفل الآخر هو ابنه وأن لا خوف عليهما، فالمكان آمن وبعيد عن حافة البحر. تناول العميد وولده وجبة الغذاء وتقاسماها مع الطفل، وقد علم أن اسمه مروان. في ذلك اليوم كان العميد محظوظا، لما أذنت الشمس بالمغيب عاد إلى منزله وقد ملأ سلته بما اصطاده من سمك. كان ولده هشام قد علم أن والده سيعود إلى الشاطئ في الغد، ولذلك ضرب موعدا هناك لصديقه الجديد. في الصباح استيقظ هشام باكرا، أعد معدات الصيد وأضاف إليها كيسا وضع فيه بعض الملابس والأحذية. لما سأله والده عن ذلك أخبره أن الطفل مروان الذي يعيش مع ذلك الشيخ في شاطئ سيدي موسى الدكالي يتيم الأبوين، وأن الشيخ إنما تكفل برعايته. لم يأتي هشام بمعلومات أخرى، وقد سر العميد عيسى لما قام به ولده، ثم انطلق إلى الشاطئ. لما حان وقت الغذاء دعا العميد عيسى الشيخ والطفل مروان وتقاسم معهما الطعام الذي أحضره من المنزل. لاحظ أن الطفل يأكل بطريقة تشي بأنه لم يأكل منذ فترة، بينما لم يأكل الشيخ إلا القليل وظل صامتا طوال الوقت. كان الطفل يتمتع بحيوية ونشاط، وكان يبين عن فطنة. سأله العميد عن علاقته بالشيخ، قال إنه لما توفي والداه تباعا اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة، كان ذلك منذ ما يقرب من سنة، لأن أقرباءه من جهة أبيه أهملوه، وإنه لما صار يتسكع في الشوارع التقى بالشيخ الذي آواه في المغارة التي يعيش فيها في الشاطئ الصخري. بدا للعميد أن وراء الأمر سرا، وخشي أن يكون الطفل ضحية لممارسات ومعاملات سيئة. تظاهر بالإعجاب، ولذلك طلب أن يسمح له بمعاينة المغارة التي يعيش فيها الشيخ والطفل. قال إنه يريد أن يعرف المكان، فربما قدم لهما مساعدة يوما ما. لما وصل عاين من باب المغارة البؤس الذي يعيشان فيه، كان يفترشان قطع ورق مقوى
كانت في المغارة أيضا بعض الأغطية البالية، ولا شيء غير ذلك. أثار ذلك الحال الفضول والكثير من التساؤلات في نفس العميد. علم أن الشيخ تبنى الصبي منذ بضعة أشهر ويحاول قدر المستطاع أن يخفف من وقع اليتم على نفسه. قال له الشيخ إنه يقوم من حين لآخر بأعمال تدر عليه بعض المال وتتيح له تأمين حياة بسيطة. نصح العميد الشيخ بأن يعيد الصبي إلى المدرسة، ولكن الشيخ رد أن ليس في وسعه ذلك، لأنه ولا الطفل يتوفران على الحالة المدنية. قال إنه لا يرى فائدة في التوفر على كناش الحالة المدنية. قال له العميد إنها الوثيقة الأولى لإثبات الهوية. صمت الشيخ قليلا ثم قال: ما الذي أفعله بوثيقة الهوية؟ إنني في غنى عنها. إذاك سأله العميد عمن يكون. قال الشيخ ذو اللحية البيضاء: ينادونني بسلام. بسلام لا أقل ولا أكثر. هل لديك بطاقة تعريف؟ سأل العميد. لا. لماذا؟ لأنني ميت. كيف تدعي أنك ميت وأنا أراك أمامي حيا ترزق؟ صمت الشيخ قليلا ثم قال: ما تراه يا سيدي ليس سوى الجسد، أما الروح فقد عرجت إلى السماء. بدا للعميد عيسى بن نصير أن حكاية الشيخ ربما تخفي لغزا يتعين فكه. زادت مخاوفه على حياة الطفل مروان. لقد نشأت بينه وابنه هشام علاقة صداقة. قال للشيخ: سأخذ الطفل إلى دار لرعاية الأيتام ما دمت لست من أقاربه. قال الشيخ: إذا أخذته مني فسوف تقضي على ما بقي لدي من أمل في الحياة، إنني لا أعيش الآن إلا من أجله. يمكنك أن تبقى على اتصال به في دار الرعاية. لا 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 أستطيع ذلك، وهذا الطفل لن يغادر هذا المكان، أنا أبوه وأنا جده وأنا أهله. هذا مستحيل، وبالمناسبة أخبرك بأنني عميد للشرطة ولن أتأخر في اللجوء إلى استعمال القوة إن أنت حاولت الاعتراض. إذا كان الأمر كما تقول فخذني إلى السجن حتى أستريح مما أعانيه. لماذا تريد أن تذهب إلى السجن وأنت لم تقترف جريمة؟ بلى، لقد قتلت اثنين ولجأت إلى هذا المكان حيث أختبئ. قتلت اثنين؟ بدا العميد وقد فاجأه ما باح به الشيخ. متى وكيف وأين؟ صمت الشيخ قليلا ثم قال: قتلت زوجتي وعشيقها. أين؟ في دوار المنصورية بأحد أولاد جلول قرب علال تازي. صار الشيخ ذو اللحية البيضاء موضع شك الآن. أخرج العميد هاتفه المحمول واتصل بالمفوضية وطلب حضور سيارة شرطة. كان الشيخ ينصت دون أي انفعال. بدا وقد استراح من عبء سر لم تعد تسعه أعماقه. في الطريق إلى المفوضية كان الطفل يبكي يريد أن يبقى مع الشيخ، وما كاد يهدأ روع الطفل حتى فاجأ الشيخ العميد مرة أخرى. سيدي العميد، أرجوك قبل أن تسوقني إلى السجن أن تأخذني عند الحلاق حتى أتخلص من هذه اللحية، وأرجوك أن تتصدق علي بملابس نظيفة، لأنني أريد أن أتخلص من هذا الشخص الذي أتقمصه وأعود إلى حالة السابقة من أجل هذا الصبي. ونظر إلى هشام. لما وصل الركب إلى المفوضية أمر العميد بأن تلبى طلبات الشيخ. بعد ساعتين كان رجلا آخر، كان يبدو أصغر سنا. لما جلس أمام العميد بدأ اعترافاته. قال إن اسمه عبد السلام بن منصور، وإنه ينحدر من أسرة محترمة هي أسرة المقدم بوسلهام بن جلول بن منصور. قال إنه ورث عن والده ضيعة من 70 هكتارا كان يستغلها مع أخيه. كان من كبار منتجي الشمندر وقصب السكر، بل إنه صار أمينا عاما لنقابة منتجي قصب السكر. كان العميد عيسى ينصت إليه دون أن يقاطعه. قال إنه تعرف على زوجته في معمل السكر حيث كانت تعمل، وأنجب منها طفلا توفي نتيجة تناوله دواء مخصصا للكبار. منذ ذلك الحين، أضاف، تدهورت علاقتنا. ثم لاحقا اكتشفت أن لها خليلا كان شابا التحق حديثا بمعمل السكر.
صارت سيرتي على كل الألسن، وكان ذلك يذكي في نفسي رغبة في الانتقام. وذات مرة أوهمتها بأنني مسافر إلى الجديدة، بقيت أراقب من بعيد. جاء عشيقها وأخذها، تبعتهما، ذهب إلى الضيعة. هناك قال عبد السلام دخل منزلا تقليديا كنت قد بنيته، ولما أيقنت أنهما في الداخل أتيت ببرميل من البنزين وسكبت ما به حول المنزل المشيد من الطوب والتبن، ثم أضرمت النار. كان يصرخان، حاول الخروج ولكن الباب والنوافذ كانت مقفلة بإحكام. بعد ذلك هربت إلى أن استقر بي المقام في شاطئ سيدي موسى. بموازاة مع الاستماع لأقوال عبد السلام أو باسلام، كانت التحريات تتواصل، أثبتت أنه فعلا من تلك العائلة الميسورة، كما أكدت التحريات أن زوجته وعشيقها نجيا من الحريق إذ أغاثهما المزارعون، بينما كان هو يحسب أنه قتلهما. حرر العميد عيسى المحضر، وتم تقديم عبد السلام بالمنصور إلى النيابة العامة التي لم تجد ما يتيح توجيه التهمة إلى الرجل، فأخلي سبيله، وقد أشار عليه العميد بأن يتقدم بطلب رسمي لكفالة هشام. قبل 3 أعوام في ليلة صادفت 25 من أبريل، التهم حريق مهول دوار ابن الشافي الواقع بأطراف مدينة صفرو. كانت تسكن الدوار في براريك نحو 200 أسرة. فاجأت النيران السكان وهم نيام، عمت حالة رعب شديد، على صراخ الأطفال وعويل النساء، بينما مضى الشباب والرجال يجلبون الماء في محاولة لتطويق النيران التي كانت تزحف بألسنتها مسرعة بين دروب الحي الصفيحي. ورغم إسراع رجال الإطفاء في التوجه إلى دوار ابن الشافي، ورغم تسخير كل الوسائل والاستعانة بالوقاية المدنية في فاس ومكناس، فإن تطويق النيران اقتضى جهدا مسترسلا على مدى 8 ساعات. لما انحسرت اللهب ورأى ستر الدخان، ارتسم مشهد مأساوي، مشهد بلون الفحم. الأكواخ التي كانت منتصبة حتى منتصف الليلة الماضية صارت أشلاء خشبية وقطع زنك متفحمة. في مكان غير بعيد عن الدوار تجمع الذين كتبت لهم النجاة من هذا الجحيم الذي زحف على دوار ابن الشافي. كانت الحصيلة ثقيلة، عشرات من القتلى والمصابين. صباح اليوم التالي وكان الوقت ضحا، بدأت عملية نبش أنقاض الدوار بحثا عن جثث قد تكون حبيسة الرماد. هرعت السلطات المحلية إلى عين المكان وجندت كل ما لديها من طاقات لتقديم المساعدة للمنكوبين، وحضرت الشرطة، فقد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بفتح بحث جنائي ضد مجهول لمعرفة أسباب الحريق. انتشر المحققون في موقع الدوار، وكان العميد محمود رضوان رئيس المنطقة الأمنية بصفرو يشرف على هذه العملية التي جند لها كل العناصر التابعة لمصلحته. لم يكن العدد المتوفر من الرجال يكفي للمهمة، ولذلك أسند الوكيل العام مهمة البحث إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس. لما انتصف اليوم أو كاد، توصل الباحثون إلى تحديد النقطة التي انطلق منها الحريق الذي محى دوار ابن الشافي، وقد تسنى لهم ذلك تأسيسا على إفادة أحد الناجين الذي قال إن الحريق بدأ في براكة مهجورة منذ ما يقرب من شهر. في المكان اكتشف الباحثون قنينة غاز وموقدا، كانت قنينة الغاز مفتوحة، لم يكن في البراكة أي أثاث. شهادة أخرى ذات أهمية أتت من أحد سكان الدوار، قال إنه كان قادما من معمل النسيج حيث يشتغل، كان الحريق وقتها في بدايته، لم يكن قد انتشر بعد في كل أرجاء الدوار، وإنه التقى في تلك اللحظات بالرجل الذي كان يسكن البراكة المهجورة. قال إنه رآه وهو يغادر الدوار مسرعا على متن دراجته النارية الحمراء. كانت مصالح وزارة السكنة والتعمير قد أحصت سكان الدوار بغرض ترحيلهم في إطار برنامج يروم القضاء على مدن الصفيح.
وقد اعتمد المحققون على تلك اللائحة لتحديد هوية ساكن البراكة المهجورة. اسمه أحمد بامنصور، من مواليد صفرو، متزوج، أب لثلاثة أطفال. تفحص الباحثون الملف الذي قدمه أحمد بامنصور لمصالح السكنة والتعمير، واطلعوا على سجلات الحالة المدنية، وعلموا أنه متزوج من فاطمة الراجي. لم يتمكن المحققون يومين بعد الحريق المهول من الوصول إلى أحمد بامنصور. في نسخة عقد الزواج التي عثر عليها في أرشيف مصلحة الحالة المدنية، جاء أن فاطمة الراجي كانت تسكن عند إبرام عقد الزواج في زنقة ستيم سعودة بالمنزل 12 في مدينة صفرو. انتقل مفتش الشرطة إلى ذلك العنوان، ولكنه لم يجد أيا من أقارب المرأة، ومع ذلك فإن تنقله لم يذهب سدى، فقد علم من جيران قدامى أن زوج فاطمة الراجي ميكانيكي متخصص في الآليات الثقيلة، تلك التي تستعملها مقاولات البناء ومد الطرق. كان التحقيق يمضي بخطى دون السرعة المطلوبة، وكان المحققون تحت ضغط شديد من رؤسائهم الذين بدورهم يواجهون ضغط الرأي العام. بدأت تتناسل الشائعات حول من أضرم النار بدوار ابن الشافي. باشرت السلطات المحلية الإعداد لتنظيف موقع دوار ابن الشافي، إذ يخشى من أن تتحول الأنقاض وما قد تخفيه من أشلاء إلى مرتع للكلاب الضالة والقوارض. كانت الجماعة تهم بإدراج تلك العملية ضمن الأشغال التي يتعين على مصالح البلدية أن تعجل بالقيام بها. في تلك الأثناء دخلت على الخط الشركة التي تملك الأرض التي كان بها دوار ابن الشافي، لعلها المرة الأولى التي سمع فيها بعض سكان الدوار بأن الأرض التي أقاموا عليها براريكهم تعود ملكيتها إلى شركة عقارية خاصة. تقدم متصرف الشركة واسمه عادل المنطور بعرض إلى رئاسة الجماعة، عرض أن تسخر شركته ما لديها من آليات لتنظيف موقع دوار ابن الشافي. وبقدر ما أن العرض يمثل فرصة للجماعة لتخفيف الأعباء المالية التي يتطلبها القيام بذلك، بقدر ما كان العرض مثيرا للدهشة والتساؤل. تناهى إلى المحققين موضوع هذا العرض، وبعد التحقق من هوية المتصرف عادل المنطور، تبين أن الشركة تعاني من متاعب مالية، وهو ما يدفع إلى البحث عن السر الكامن وراء هذا السخاء الحاتمي الذي تبديه شركة هي في أمس الحاجة للإنقاذ والمساعدة. كان المهندس البلدي بصفر ضمن أعضاء الفريق الموكولة إليه مهمة المتابعة الميدانية، وقد لاحظ أن مهندسا كان يقوم بعملية مسح للموقع. علم المحققون أنه مهندس معماري يعمل لحساب الشركة مالكة العقار الذي كان يشغله دوار ابن الشافي، وإنه كان يبحث عن العلامات التي يفترض أن تكون مصالح المسح التوبوغرافي بالمحافظة العقارية قد وضعتها لضبط حدود ذلك الملك العقاري. طبيعي أن يتم استدعاء هذا المهندس. تم الاستماع إليه، قال إن الشركة العقارية أوكلت إليه إعداد ملف تنوي تقديمه لدى الدوائر المختصة بغرض الحصول على ترخيص لبناء مجموعة من العمارات السكنية. تبين الآن سر المبادرة التي قامت بها الشركة، بل اتضح أنها مستعجلة الحصول على إذن البناء. لم يكن لدى المحققين ما يتيح التدخل ومنع الشركة العقارية من تسخير آلياتها لتنظيف المكان، ولكن تحركاتها ظلت تحت المراقبة، وظل المحققون حاضرين في الموقع. تعطلت إحدى الجرافات، بالصدفة كان بالقرب منها مفتش شرطة. كان السائق يتحدث في الهاتف، طلب ميكانيكيا. لما وصل ولم يتأخر، لم يتمكن من إصلاح الجرافة. هاتف السائق الشركة من جديد، وسمعه المفتش يحتج ويطالب بإرسال بامنصور. تذكر المفتش أحمد بامنصور ساكن البراكة المهجورة من حيث انطلق الحريق. لم تكن التحريات قد مكنت بعد من توفير ما يثبت أن حريق دوار ابن الشافي كان عملا إجراميا. اتصل المفتش برئيسه وأبلغه بأن أحمد بامنصور صاحب البراكة المهجورة
التي كانت منطلق الحريق يعمل ميكانيكيا لدى الشركة العقارية. تم تكليف العميد محمود رضوان باستكمال البحث في هذا المسلك. توجه إلى مقر الشركة العقارية حيث حصل على عنوان أحمد بمنصور. كان الرجل يسكن رفقة أفراد عائلته في شقة بعمارة حديثة البناء في حي السعادة الشعبي. لم يكن في البيت، وعلم من زوجته أنه لم يأتي منذ عدة أيام ولأسباب تجهلها. طلب العميد من المرأة رقم هاتفها. كان قد فكر في السعي إلى الحصول على إذن قضائي للتنصت على مكالماتها، علّه يرصد اتصالا من زوجها يمكن من تحديد مكانه. في نهاية المطاف تسنى له ذلك. تم استدعاء متصرف الشركة، ثبتت صفته القانونية، وكان عليه أن يجيب عن سؤال حول علاقته بأحمد بمنصور. رد بأنه من مستخدمي الشركة. تم الاستماع إليه وأقفل المحضر. أثناء التنصت على المكالمات التي تتوصل بها زوجة بمنصور، رصد اتصال هاتفي من هذا الأخير، وقد أخبرته زوجته بأن الشرطة تبحث عنه. لم يتسنى تحديد مكانه، وكان قد تواعد مع زوجته على اللقاء في مكان لم يعرفه المحققون. بعد ساعات طرق الباحثون باب شقة عائلة بمنصور. كانت الزوجة هناك، أبدت تعاونا، قالت إنها قابلت زوجها وإنه كان على حافة الجنون. اعترف لها بأنه من أضرم النار في دوار ابن شافي. قال إنه يريد أن يسلم نفسه، ولكنه يخشى أن يتعرض لسوء المعاملة. طمأن العميد محمود رضوان المرأة، وتم تحديد موعد يسلم فيه أحمد بمنصور نفسه. بعد سويعات كان الرجل يعترف بأنه أشعل النار في براكته المهجورة بتحريض من عادل المنتور متصرف الشركة. وبينما كان بمنصور يدلي باعترافاته المفصلة، كان ضابط شرطة يطلع في المحافظة العقارية على ملف الشقة التي تملكها بمنصور. علم أنه دفع ثمنها نقدا، ولكنه علم أيضا أنها مرهونة لفائدة عادل المنتور. لما استدعي هذا الأخير مرة أخرى إلى مفوضية الشرطة، حاول المراوغة، غير أنه لم يكن أمامه من سبيل لإنكار صلته الوثيقة بأحمد بمنصور. لقد أقرضه ثمن الشقة، كان الثمن الذي قبضه بمنصور لإحراق دوار ابن شافية. وضع الرجلان رهن الاعتقال، وتم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس لمتابعتهما بتهمة إضرام النار عمدا بما نتج عنه موت وجرح. في شارع ابن تومرت بمدينة الجديدة صار العنبشت الريفي وجها مألوفا، فقد استقر في إحدى الفيلات حيث يعمل حارسا. في خريف العام 2000 لما خلت الفيلا من سكانها الذين انتقلوا للاستقرار في فرنسا، كانت قد مرت 20 سنة على وصول العنبشت إلى الجديدة. كان مشغله طبيبا من أصول تونسية متزوجا فرنسية من مونبلييه. كان لهما ولد اسمه زكريا وبنت اسمها ياسمينة، وقد قررت الأسرة الانتقال للعيش في فرنسا بعد أن بلغ زكريا وياسمينة طور التعليم العالي. تم الاتفاق على أن يبقى العنبشتة في المنزل الذي قررت عائلة الدكتور سامي القرواني أن تمضي به عطلها الصيفية، وكذلك صار بشتة الساكن الوحيد في تلك الفيلا. كان فضلا عن مهمة الحراسة يتولى العناية بالحديقة. الذين اعتادوا المرور من شارع ابن تومرت ألفوا وجود الرجل، وخاصة في مساءات الصيف. في العام 2000 كان بوشتا في 50 من العمر. في الظاهر يبدو الرجل محتفظا بقدر من اللياقة البدنية يخفي إلى حد ما حقيقة عمره. في الحقيقة لم يكن يعير الأمر كبير اهتمام. يمضي إلى السوق على دراجته، يأتي بما يحتاج إليه. في أغلب الحالات كان يمضي إلى المرسى ليشتري السمك. عاد اسمه بوشتا الريفي لم يكن الناس في محيطه يعلمون عنه الكثير، إذ كان متكتما.
وقد صد تكتمه ذاك فضوليين كثيرين حاولوا النفاذ إلى عالم الرجل. وحده البقال الذي يوجد على بعد شارعين كان يعلم أن بوشت الريفي جاء من الحسيمة مع أحدهم أغواه بأنه سيشتري مركبا للصيد وسيجعله رايسا عليه. كان زمنئذ في الثلاثين أو قريبا من الثلاثين. يذكر البقال لحسن أنه أسر إليه يوما بأنه لما جاء للعمل في الجديدة كان قد وعد فتاته في القرية التي ينحدر منها بأنه سيعود بعد عام ليخطبها من والدها. كان ذلك حلمه الذي باح به للبقال لحسن، وقد مر عليه الآن 20 عاما. قد تكون تلك التي أحبها تزوجت وأنجبت أبناء هم الآن في سن الزواج. قد يكون حدث ذلك، فبوشتا لم يعد إلى ريفه منذ أن وطئت قدماه الجديدة في العام 83-900 وألف، ولم يعد يحتفظ من ذلك الريف سوى بالانتساب إليه بوشتا الريف. في منتصف شهر فبراير من العام 2004 فوجئ بقدوم زوجة مشغله مدام كاترين. وصلت بعيد المغرب. لما توقفت سيارة الأجرة التي جاءت بها كان كدأبه يجلس في باب المرآب وحيدا، وقد سرها ذلك كثيرا. أبدى بوشتا سروره بقدوم تلك التي يناديها مدام، حتى حين كان يأتي على ذكرها خلال أحاديثه مع البقال لحسن. ولعله ظن أيضا أن المرأة ما قدمت بشكل مفاجئ إلا لترى ما إذا كان يعتني بالفيلا كما كان يفعل حينما كانت أسرتها تستقر بها. طلبت من بوشتا أن يمضي إلى وسط المدينة ويشتري لها بعض الأكل. طلبت منه أن يأتيها أيضا بنبيذ ذكرت له نوعه. كانت الساعة تقترب من 8:30 حين سلمها ما طلبت منها، ثم آوى إلى غرفته المحاذية للمرآب. كانت غرفة مربعة لها باب يفضي إلى المرآب وآخر إلى الطابق الأرضي من الفيلا. أعد بوشتا طاجينا من السمك جاء به من المرسى. كانت تأتي من راديو كاسيت وضعه بالقرب من فراشه إيقاعات ريفية يطرب لها. كانت الساعة تقترب من 10 ليلا حينما سمع طرقا بالباب. كان طرقا خفيفا بالكاد يسمع. فتح الباب المفضي إلى الطابق الأرضي من الفيلا. كانت مدام كاترين واقفة تنظر إليه. ابتسمت وقالت له بدارجة لم تخل من لكنة فرنسية: هل ما زلت مستيقظا؟ نعم مدام. تناولت طعامك أم ليس بعد؟ سألته وهي تضحك. قال لها: انتظر طاجين السمك إنه على النار. نظر إليها بابتسامة لم تخف استغرابه، ثم سألته: هل تستضيفني؟ صمت بوشتا وقد أحس بحلقه وقد جف، ثم ابتسم وقال لها: مرحبا بك. لم تنتظر المرأة الستينية كلمات أخرى. دلفت إلى داخل الغرفة التي يؤثثها فراش متواضع وتتوسطها مائدة مستديرة بأرجل قصيرة. لعلها المرة الأولى التي تدخل فيها المدام تلك الغرفة المخصصة للحارس. لا يذكر بوشتا أنها دخلتها منذ أن استقر في خدمة تلك الأسرة قبل 2 عقدين من الزمن. كانت المدام كاترين تبدو منشرحة تلك الليلة، وكان مكياجها الخفيف يترك متسعا لجمالها الطبيعي. عيناها الزرقاوتين اللتين يرسم مسار جفونهما خط رفيع من الكحل كانتا تنطقان بالكثير. كذلك بدا لبوشتا الريفي. ساد الغرفة صمت لم ينقضه سوى ذلك الإيقاع الريفي المنبعث من الراديو كاسيت وصوت مرق الطاجين الذي يغلي على النار. كانت المدام كاترين تنظر إلى الطاجين وتتابع دون ما تعليق حركة بوشتا وهو يغسل النعناع بعناية لإعداد براد شاي على شرف المدام. لم يمر وقت طويل لما جاء إلى تلك المائدة قصيرة الأرجل بصينية فيها كأسان وبراد صغير تشهد الكدمات التي تحملها بطنه وغطاؤه على أنه رفيق بوشتا منذ زمن بعيد. كانت يداه ترتعشان وهو يصب الشاي للمدام. قد يكون سبب ذلك أنه لم يستقبل قط امرأة في غرفته. بسم الله يا مدام، قالها وهو يمد إليها الكأس. تسلمتها منه
وقالت له بلثغة ظاهرة: شكرا. لعل خيال بوشتا مضى بعيدا حين كانت المدام ترشف من كأسها، ثم فاجأت: أظنك تسأل عن سبب مجيئي عندك هنا في غرفتك. حرك رأسه موافقا: اسمعني جيدا، كما تعلم يا بوشتا، لقد بدأ العمر يتقدم بي وبزوجي الدكتور سامي، وقد رأيت أن ولدينا زكريا وياسمين استقر الآن في فرنسا لمتابعة الدراسة، ولذلك قررنا أن نبيع هذا المنزل. سكتت قليلا وكأنما هي تحبس دمعة. كان بوشتا ينظر إليها مندهشا ولعله فغرفاه. نهض من مكانه وأنزل طاجين السمك من موقد الغاز، ثم عاد يستمع إليها. قالت المدام كاترين: لقد وجدنا هناك في فرنسا من يشتري منا المنزل، وما جئت إلا لأبلغك بالأمر. نحن لم ننسى السنوات التي أمضيتها في خدمتنا، ولا تحسبن أننا سنتخلى عنك. على وجهه بعض الانشراح الذي ما لبثت المدام أن التقطته واسترسلت: لك الاختيار بين أن تبقى في المنزل في خدمة ملاكه الجدد، أو أن تأتي معنا إلى فرنسا، وسنحاول أن نجعلك تقيم هناك بصفة قانونية. لم يكن بوشتا قد فكر يوما في الهجرة إلى أوروبا. كان ما تعرضه المرأة الجالسة أمامه يغري بالمغامرة. قال لها إنه يفضل الذهاب معهم إلى فرنسا، ولكنه يود لو يستطيع أن يعود إلى قريته هناك في إقليم الحسيمة، علّه يجد لوالدته خبرا. كانت المدام كاترين القيرواني قررت البقاء في الجديدة أسبوعين، ورأت أنها تستطيع البقاء بمفردها في الفيلا خلال تلك الأيام التي سيمضيها بوشتا في الريف. في تلك الليلة قاسمته عشاءه وعادت إلى غرفتها، وفي الصباح جاءها مودعا. استغرق سفره إلى الريف ما يقرب من يومين. لما وصل القرية التي تبعد عن الحسيمة بنحو 20 كيلومترا، مضى إلى بيت أمه. فتح له صبي دون العاشرة، نظر إليه مليا وعاد بوجهه إلى الداخل يقول: إنه رجل. بعد ثوان أطلت امرأة تضع على رأسها غطاء أبيض. ما أن رأته حتى ارتمت في حضنه وهي تصرخ: ولدي ولدي. كانت تلك أمه التي انتظرته 20 عاما. دخل. كان الصبي هو ابن شقيقه علي الذي يصغره بعامين. كان يعلم أن ساعة العتاب ستأتي بعد الأكل. كان عليه أن يحكي لهم كل تفاصيل تلك السنوات 20 التي أمضاها مختفيا. لما حان موعد العشاء جاءت امرأة تحمل صحنا كبيرا به لحم دجاج بلدي. وضعت الصحن وسط المائدة. كان شقيقه علي يجلس في مكان مقابل له. قالت المرأة بصوت لا ينكره: حمدا لله على سلامتك. رفع بصره إليها. كانت هي زينة، تلك التي أحبها ووعدها بالزواج، ولما لم يستطع الوفاء بوعده هرب من ذكراها. قبل أن يسأل بادره شقيقه بالقول: هي زوجتي. لم يرد بوشتا أن ينغص صفو ذلك اللقاء الأسري الذي تأتى بعد 20 عاما. أكل في صمت، ثم مضى مع أمه وشقيقه في حديث عن كل تلك السنوات. أشياء كثيرة وقعت لم يكن يتصور أن تلك التي أحبها صارت من نصيب شقيقه. علم أنهم حسبوه مات لما لم تثمر كل الجهود التي قاموا بها بحثا عنه. كان الليل قد انتصف ذاك 23 فبراير من العام 2004، لما آوى كل ذي نفس إلى مثواه في ذلك المنزل المشيد بالحجر والطين. ثم بعد ساعتين صدرت من الأرض أصوات لم يسمعوها من قبل. ثم هوى المنزل على النيام، وعلى الذين نجوا أنه الزلزال. كان بوشتا في عداد القتلى الذين انتشلوا من تحت الأنصار.